عسلمة. عسلمة بنتي. عسلمة. عسلامة. قدموا لي رواحكم. أنا بنت تونس ونحب تونس. مرحبا بيك. مو نسكن في فرنسا مي أنا متزوجة مع تونسي وأنا مغربية. مرحبا بيك وتحية الأشقاء المغاربة. بيه أنت الحميت. إي. وأنت الكنة. فوالا سي سا. خلينا ملا نحكيو على علاقة الحميت بالكنة. ما نكذبش عليك المرة الأولى كلي ما نعرفهاش لكن جيت أول مرة حق محترمة متربية تحشم الكبير تقدر ولدي حبيتها. وانت؟ بقى أنا كي عرفت ما بالمير حسيتها جونتي درويشة محترمة. احنا الدرويش نقولوا مهبولة عاقلة. عاقلة عاقلة وانا ما عرفتهاش عرفت راجلي في فرنسا. درويشة بالمغرب ايش معناها؟ جونتي. نحن نقولوا مهلولة حاجة باهية طلعت. اي ليه نعرفها حاجة باهية. حنينة حنينة جاتني حنينة وحلوة تخيز اكيونت و تكلم بسوري مستاهلش دارت لي بحال بنتي تري بون اكوي الحمد لله تحت في عائله او توب. كيفاش تعرفت على زوجك؟ جو لا رونكونتري في فرنسا انا كنت خدامه في غاليري لافايت وعرفته هكا في ان ريستوران فوالا عجبني وعجبته وبيل استوار وبيل استوار وعندنا 3 انفون انصامبل اي سا في 8 ans ودابا جينا اون فاكونس ان فرانس et en Tunisie pardon au عرفت راجلي il avait pas de papier au طلعت معاه شويه يزي توا خليت امها تحكي شويه شي اللي بيك الفايده ما جبا او عرفت راجلي في الغربه او pas de problème بريني وبريتو et j'ai pas fait de jugement on a 3 enfants ensemble تبارك الله الحمد لله وكان بريجوجي فوالا ربي يفضلهم لك امين شكرا مدام شنو اول حاجه هكا عجبتك فيك انتك اكثر حاجه اول حاجه عجبتني انك كلمتني قبل ما نشوفها كي كلمتني وتبعتها وكل في التليفون حق عجبتني وكي زيت شفتها محترمه مثلا كي تبدا قاعده حموها يدخل تلبجي لي في سام فهمتي وخدت ربينا في فرنسا كان محترم قدامه ممكن شفت تبعت ولدي تقول لك اكيد تبعت بوه كيفها فهمتي انا نقول لا يا بنتي عادي تقولي نو نو انا ما نهجمش نحش عندها الحق اي الانسان سبينا توا ولينا فمي وحده اول ما جاي ولدك وقال لك راني نحب نتزوج طفله مغربيه وكل من الاول انت ما كنتش رافضه وحبيتوا ياخذ تونسيه مثلا انا لا مش تونسية ولا مغربية ولا داكور انا ما نحبش ناخذ أجنبية ما نحبش أجنبية كذبش عليك خاطر طول طون باش تنكروا في عائلته كي قال لي أمي راهو هكا وهكا قلت له قال لي راهي باهية وراهي هكا راهي هكا قلت له ولدي مرحبا به لازمك تعرف كيفاش تحكي معاها كيفاش تعاشرها كيفاش تحترمها كشفت بوك كيفاش ما احترمني أنت كيف تحترمها قال لي امي راهي باهيه وراهي مساعدتني وراهي هكا وهكا الحمد لله الحمد لله كيفاش تنجح العلاقه ما بين لحميت والكنه؟ احترام احترام الاحترام ويلزم لحماه يلزم تحط كنتها بنتها سينو حكايه فارغه واكثر يا خالتي ما عندهاش البنات وانا ما عنديش بنات عندي 3 اولاد هي بنتك ايش قلت لك انا عباره على بنتي توا ماهيش كنتي تعرف الطيبه ولا كم سي كم سا صافا كنتعلم مره كندير الحار مره كندير تاع المغاربه مكثر ما كلت المغاربه تعرف برشا توانسه نحن من طيبوا الحار ياسر هما ما يحبوش الحار امي دابا ولفنا نطيبوا الحار واخا ما نعرفش نطيب واو يعني يا راجلي ملي كيكمل الخدمه يلقاه ماكلته فوق الطابله خالتي ياك واخا سي بون سي با بون المهم كنطيب ابخي يقول بسم الله وياكل خالتي ياك يعني الماكله المغربيه المعروفين بها في المغرب طيبتها لحميتك
سنت ما نخليهاش تعمل حد شيء نو سي فري لتك زايده مسكينه تعمل لي كل شيء فكون نحبك تتفرهد عندها عندك الحق نفس السنه في احنا هي تاكل ماكلتنا فهمتي يعني نورمال انا ما نحبش تدخل كوجينه لا تقلق روح ابخيتو ماكلتنا بنينه على الاخر هي امها تحب ماكلتنا هي ما تحبش الحال تو كيف البارح طيبت انا كوستي بالعصبين مخونا بالصلصه هي ما تاكلش العصبين قلت يا انا امها كلات نو سي با غاف واخا ما ناكلش الحار سي لا تونيزي سي تري بيان تري بو سي بون نطيبو الحار سي ان تري بو بي ناس محترمين هنا كوميم عندكم اون بون امبيونس سي كالم سي بو انا عجبني الحق خالتي انا حتى بلاد ما تحب تمشي لها لتونس تقولوا نحب نمشي لتونس سي فغي مثلا المره هذيا ولدي هي اللي اكدت عليه باش يجي بتات تحس روحها مرتاحة في تونس صحيت مرتاحة ويخصو يجي يشوف أمه وأبو وفاميلته أيه. ماشي كي غير حنا ولادو وولاد حشومة وبيجي يخصو يجي ساعات ولدي عاوني عمرها ما تقول له ما تزبعش لأمك ولا ما تعطيش لأمك مستحيل كان جيت ماخذة تونسية والله تقول له ما عادش تبعث لها أما أنا ولدي يقول لي يا أمي هي تفكرني وتقول لي ما بعثتش لأمك مصروف أمك كذبش يا بنتي الله يرحم والديها خطر علاش هي عايشه مع ام باهيه وبو باهي تبدا هي باهيه فهمت كيما خالتي كنقولوا حنا راجل رابح من المراه وخاسر من المراه سي فغي وملي عندك رضات الوالدين ربي يعطيك كل شيء فوالا حتى نحن بناتنا عندنا باهين راه تبيعه بتبيعه بختم. بناتنا عندنا باهين برشا زاده انا عندي كنتي الاخرى باهيه زاده تونسيه من تونس باهيه نكذبش الكناين يغيروا من بعضهم ولا لا لا هي تجي فاكونس معناتها يبداو فرحانين ببعضهم فهمت كيفاه هذه تستدعاها وتعطيها تعملها فطور ولا عشاء ولا تخرجي وياها لا لا حتى كنتي الاخرى باهيه مثقفه وقاري كيف كنتي هكايا كان ما عنديش مونتاليتي رجعيه فهمت تحب كنتك هذيك اكثر مني يدلوا عليك لا ولا تفرح بها معايا ولا اكثر مني تفرح بها كذبش با جالوزي كل واحد وبلاصتو هادشي اللي كنقول على حساب التربيه فو با ايت جالو دي جون سو كي زون كالكو شوز دي جون الحمد لله اللي ما عندهمش ربي يسهل عليهم الدنيا كي تجي معناتها حاسبتها كي اختها فهمت كي تحبها وتخرج معاها وتمشي معاها نورمال وكا هو عادي زينه قلت لي تحب توصل ميساج شو قول له يعيشك انا واحده من الناس كونوا سي قيس سعيد رئيسنا المبجل انا انتخبتك انا واحده من الناس ما كنتش انتخب لك انتخبتك انت على نظافتك لكن ما قلناش لا نظيف ومحترم لكن راهو شعبك جاع لفت شوي شعبك اعفس عن الناس الكل اللي هيكون قبل ما تخاف من حد شعبك معاك لكن الزيت ما عاد موجود السكر ما عاد موجود الحليب صدقني انا بنت ولدي جات من برا نجري من بلاصة لبلاصة الحليب قال لي أمي أنا نجيب الحليب من فرنسا وبلادي فيها الحليب ما يجيش أكل تلفت شعبك شوية اللي تشوفوا مال هكا فالحبوسات مكدسة عليه ما تخاف من حد شعبك معاك ونحن معاك أنا واحدة من الناس والله حتى بورقيبة انتخبته انتخبتك أنت احنا ديما نقولوا علاش انتخبتك أنا سي عمري انتهى وسي أما على أولادي على المستقبل باش اولادي وبناتي يعيشوا مرتاحين ما نقولوا لي جاي خير برئيسهم ما قلناش نظيف ومبجل وكل شيء لكن ما تخليش يلعبوا بيك ما تخليش أو الجراثيم اللي دايرين بالبلاد ما تخليهاش وربي يهدي مخلق امين ميرسي ومرحبا بك مره اخرى ميرسي بوكو